السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وانتم بخير وعساكم من عوادة وينعاد علينا وعليكم العيد إن شاء الله، على الأمة الإسلامية كلها بالخير وبالصحة وبالسلامة إن شاء الله. متابعة لهذه الجوري اللي زرعناه واللي نقلناه للأرض في الفيديو الأخير، اللي إذا تذكرون كنا نتابع النمو اللي فيه، أنا تركت النبتة تنمو بشكل مطلق أو بدون أي تدخل، على أساس أبا أشوف طريقة نموها على أساس أقدر أفهم النبتة أكثر. واتضح لي أن هذا النوع من الجوري هو من النوع المتسلق، فراح نتكلم عن أولاً كيف راح أحط لها نوع العصي والأحبال أن تنمو عليها، وأيضاً راح نتكلم عن تقليم الجوري المتسلق لأنه يختلف كلياً عن أنواع الجوري الثانية، وراح أبين لكم الفرق عندي في الحديقة أيضاً، وراح نتكلم عن الاثنين. فراح أول شيء أسويه إني راح أبتدي أأسس لها المكان اللي تتسلق فيه. اللي راح أستخدمه لتثبيت هذه الجوري أو أن تتسلق عليه بشكل أحسن بدل ما تنكسر بهذه الطريقة، راح أستخدم هذه العصي الأربعة، هي تقريبا طولها أتوقع متر ونص إلى جريب مترين، على أساس أنها بس تكون مغروسة في الأرض بعمق وتعطيها هيكل أنه تتسلق عليه. فراح أول شيء نأسس النقاط الرئيسية اللي هي راح تكون هني، فعندي بهذا الشكل عصاتين في الأمام وعصاتين في الخلف، واللي راح أسويه أني راح أحط حبل من بينهم، ممكن نسوي طبقتين رفين على أساس أني أقدر أمشي الأغصان الرئيسية، وراح نتكلم عن أي هي الأغصان الرئيسية والأغصان المزهرة أو اللي يصير فيها التزهير والتقليم أيضا. فأول شيء راح أمد الحبل وبعدين راح نشكل الجوري. فمثل ما احنا الحين شايفين صار عندنا رفين من الحبل على اساس نقدر نرفع الاغصان، فهذه الغصن راح ارفعه من هني، اللي راح اسويه اني راح احطه على هذه الحبل وراح شوي بس الفه بشكل بسيط على اساس يقدر يمسك نفسه، ممكن احاول اني شوي اراجعه بهذا الشكل. بالنسبة إلى نوعية الجوري هذه أو الجوري المتسلق هذه، نلاحظ أن في عندي ثلاث عصي رئيسية أو ثلاث أغصان رئيسية اللي هي 1، 2، و3. هذه ممتدة بشكل طويل، وبعدين نلاحظ إذا تتبعنا هذه الساق أو هذه الغصن الرئيسي، في عندي نمو صاير عمودي. هذه النمو العمودي من الأغصان الرئيسية هو اللي راح يزهر. الأغصان الرئيسية هذه اللي تصير طويلة وتميل، هذه ما نقلمها أبدا، هذه ما يصير فيها تقليم. التقليم يصير في هذا النمو العمودي اللي يطلع من الغصن الرئيسي، هني يصير التقليم على أساس يصير فيه كثافة ويصير فيه تفرع، لأن التفرع أو النمو الجديد هو اللي راح يعطيني التزهير. فهذه النمو راح أخليه، ما راح أقلمه الحين لأن احنا الحين في بداية شهر 8 أو آخر شهر 7، فما راح أقلم، راح أخليه. وهذه عندي نفس الشيء هني، هني عندي هذه نفس الشيء، ولكن بسبب أني ما دعمت النبتة انكسر
فراح احاول ان ايضا اوجه النمو انه يتسلق ويمشي اكثر. فان شاء الله مع الوقت راح ايضا يصير، اتمنى انه يكون راح يصير في عصي جديده او اغصان جديده ان تمليلي هذه الفراغ، وراح ان شاء الله نشتغل على التقليم النمو العمودي على اساس نزيد من كثافه التزهير. فهذا اللي اكتشفته من طريقه نمو هذه النوع الجوري، وراح ابين لكم نوع ثاني من الجوري اللي هو يسمى اكثر شيء بالسلطاني، وكيف تقليمه يختلف ونموه يختلف. فهذه من ناحيه هذه النبته راح تستمر بهذه الطريقه، فهي من النوع المتسلق ونتعامل معه بشكل مختلف عن الجوري العادي. نلاحظ هنا في هذه الجوري العادي او السلطاني ان تنمو وتورد في النمو الجديد، فلما تنمو وتزهر نقطع وراح يصير في تفرع جديد وكثافه، فنخليها تنمو وتورد وايضا نقطع نرجعها على اساس نبني هيكل رئيسي ويكون كثيف وفي تزهير كثير. فهذه طريقة الجوري العادي الغير متسلق، وهذه هي طريقة الجوري المتسلق اللي هو العصي الرئيسية او الاغصان الرئيسية ما نقطعها. في هذه النوع ممكن نقطع، في النوع المتسلق بس نقطع النمو العمودي على اساس هو الجزء اللي راح يورد ونبني فيه كثافة. فأتمنى أن استفدتم من هذا الفيديو السريع عن الجوري ومتابعة هذه النبتة الجوري، فهي تبينت لي أنها من النوع المتسلق. إن شاء الله مع دخول الموسم راح نشوف تزهيرها إذا زهرت إن شاء الله، ونتابع نموها وتطورها، وراح نزيد لهذه السلسلة ونشوف كيف تنمو مقارنة بالأنواع الثانية. فإذا في عندكم أي سؤال أو أي استفسار ممكن تتركونه في قسم التعليقات، وإن شاء الله راح أحاول أجاوب أسئلتكم بأسرع وقت ممكن. وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي، وكل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك.